السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ يا عائشة؟ الحمد لله، أنا بخير يا شيخ، وكيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل بفضلك كل صعب علينا سهلا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وافتح اللهم ما يقولون قلوب غلفاء وأعين عمياء وأذان صمة، واجمعنا اللهم هذا الجمع الكريم الطيب المبارك في الدنيا دائما على طاعتك، وفي الآخرة مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. كيف الحال؟ بخير الحمد لله، نحن بخير يا شيخ. كيف حال بأختي مرني؟ الحمد لله الحمد لله يا الحمد شيخ. لله. طيب، نحن درسنا درس الهوايات، الحوار الأول والثاني والثالث، صحيح؟ صحيح صحيح. طيب، هل نحن راجعنا أو لا؟ لما طيب، أختي عائشة، قليل ما موضوع كلمة مفيد؟ ضار ضار. جيد، أحسنتي. طيب، أريد كلمة مفيد في جملة. بسم الله. نعم، الخمر ضار للبدن وللعقل وللقلب. ما شاء الله، جميل. طيب، أختي أليسا، لا بأس، أختي أليسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد كلمة مفيد في جملة. مفيد. نعم. القرآن مفيد للقلب. القرآن مفيد للقلب. طيب، يا أبا رفيق، كيف حالك؟ بخير الحمد لله يا شيخ. الحمد لله. طيب، هناك جملة نحن درسناها هي بمعنى مفيد وضار. نعم. ما هي؟ في الجملة شيء؟ نعم. نعم. الرياضة مفيد للبدن. كلمة بمعنى مفيد وضار، أو جملة بمعنى مفيد وضار. معنى يا شيخ، معنى مفيد وضار. معنى هو بمنفعة يا شيخ. أخي أبو رفيف، مثلا نعم. الإنترنت مفيد وضار، صحيح؟ صحيح صحيح. نعم، نحن درسنا جملة بهذا المعنى. نعم. الرياضة مفيد للبدن. الإنترنت سلاح ذو حد صحيح، ذو حدين. أحسن. ذو حدين. الإنترنت سلاح ذو حدين. ذو حدين. جيد، ما شاء الله. طيب، أختي رانيا، لي الهواء في القرية نقي والهواء في المدينة، ها؟ الهواء في القرية نقي والهواء في المدينة، ها؟
Korun nakiyun fil madinati ما هو نقي khalawus. مولو Oh, mulawasun. ملوثون مرة أخرى ملو في مدينتي والهواء في المدينة ملوث والهواء في مدينتي ملوثون ملوثون يا جيد ما شاء الله. طيب التدريب الأول اقرأي رأس السؤال أختي عائشة. نعم نعم بسم الله. التدريب الأول صل بين المفرد والجمع. رقم واحد صحيفة دال صحف. أنت أختي أليسا اثنان. اثنان رحلة 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 جيم. جيد ثلاثة. من؟ ثلاثة أختي مرني. طابع طوابع. أربعة أخي من القادم. كتاب كتب. أحسن. التدريب الثاني التدريب الثاني أخي أبو رفيف. التدريب الثاني ضع علامة ضع علامة خط أمام الكلمة غريبة في كل مجموعة. زيد كل مجموعة ها. مجموعة رقم واحد. كرة القدم. ما الكلمة الغريبة؟ فاقهة. كرة القدم، السباحة، الفاكهة، الفروسية، ما الكلمة الغريبة؟ الفاكهة يا شيخ. الفاكهة، أحسن. طيب بعد ذلك اثنان أخي بوو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اثنان Farsad belum belum bergabung apa? Oh, okay, okay. Baik, Ukti Murni, Ithnan. Baitun, kitabun, majallatun, sahifatun. Alkitab, alkitab. Al-baitu, kod. Al-baitu. Al-baitu, jahit. Ukti Rania, selasa. Tadibu tadbiru manzili al-hafiyah al-mursalah al-qira'ah al-murasalah al-murasalah al-qira'ah yang al-hafiyah al-hafiyah. Ahsanti, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Baik. At-tadribu al-awwal Akhi Firman ikhra' rasa soal. At-tadribu al-awwal fil baina surati was sifati munasibah al awal qasir al awal qasir ithnan ya Aisha man ana sheh na'am rakam sani tawil tawil. Baik thalatha ukhti fini. Kabir bukan ini asura wa sifat munasib. Oh afan she sogir sogir. Baik setelah itu akhi Setia. Naam ya syekh. Kabir kabir sant. Baik setelah itu akhi Bowo. قريب قريب يا قريب. طيب
بعد ذلك أختي رانيا. بعيد. بعيد، جميل ما شاء الله. طيب التدريب الثاني أختي فيني، اقرأي رأس السؤال. ما شاء الله. سل بين الصورة والصفة المناسبة. الأول قليل. الأول قليل، جيد. يعني يا أبا رفيف. نعم شيء قليل. اثنان. اثنان كثير. كثير، طيب. ثلاثة. جميل جدا. أختي يوليسا. بريد. مرة أخرى. بريد. بارد. بارد، جيد. طيب بعد ذلك أربعة. أخي أرينتو. حارون. مرة أخرى. حار. حارون. حارون. جيد ما شاء الله. طيب بعد ذلك أختي فيني. رخيص. إني. لا. غالين. غالين، جيد ما شاء الله. أخي بوبو. رخيص. رخيص، جميل ما شاء الله. Ya, mau tanya. Tafadhali. Kalau yang ghalin sama rakhis artinya apa ya? Ya. Ghalin dan rakhis. Rakhis ini murah. Ya. Dan ghalin mahal. Ya. Ya, syukran. Ya, afwan. Baik. Ba'da dhalika tarakib at-tadrib al-awwal. Iqra' ras as-su'ali akhi min al-qadim. شيخنا القادم، السلام عليكم. يا نعم شيخ. التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. طيب أخي نور القادم وأخي أرينتو، بسم الله. ما هوايتك يا مجاهد؟ ما هوايتك يا أرينتو؟ Ma hiwayatuka ya Arintu? Hiwayatil qira'atu. Hiwayati. Hiwayati al-qira'atu. Jamil, Masya Allah. Taib. Ukhti Murni wa Ukhti Aisha. Mada hiwayatuka ya Jabir? Ukhti Murni, maratul ukhra. Ma hiwayatuka ya Jabir? Aisyah. Jabir. Ma hiwayatuki ya Aisyah? Hiwayati ar-riyadatu. Ar-riyadatu, jamil, Masya Allah. Suaranya kemana ini? Akhi Bobo. Ya, Sheikh. Ya. أخي بوبو وأبو رفيف هنا. ما هواياتك يا أبا رفيف؟ ما هوايتك؟ ما هوايتك يا أبا رفيف؟ أبو رفيف؟ إيو. نعم. جواب بالفعل. bagaimana? أهوى أن جمع الطوابع. أهوى جمع الطوابع. أهوى جمع الطوابع. أحسنت ما شاء الله، بارك الله فيك. أحسنت 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 ما شاء الله. طيب أختي فيني وأختي مرني، ثلاثة. ما هوايتك يا أختي مرني؟ هوايتي الحاسوب. 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 ما شاء الله. هوايتي الحاسوب. أحسنتي.
أختي رانيا وأختي فيني. ما هوايتك يا أختي فيني؟ أهوى التدبير المنزلي منزلي. أهوى التدبير المنزلي. مرة أخرى. أهوى التدبير المنزلي. جيد. أخي فرمان وأبو رفيف. ما هواياتك يا عبد أبو رفيف؟ أخي فرمان مرة أخرى. ما؟ ما هواياتك يا أبو رفيف؟ طيب أخي فرمان، kalau antum bilang ma hiwayatuka ya aba rafif, jadi ada huruf mad setelah huruf ya, tapi tidak ada ya. Ma hiwayatuka, ma hiwayatuka ya aba rafif? Hiwayati as-safar. Hiwayati as-safar. Ahsan. Baik, pada dalika ukhti Kinar wa ukhti Rania. Ma hiwayatuk ya ukhti Rania? Hiwayati ar-rihlatu. Ar-rihlatu. Anti ar-rihlatu. Baik. Jamil. At-tadrib ath-thani tabadal as-su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fi al-mithal. Hadha as-su'al, tafaddali. Uridu su'ala as'al. Tafaddali. Ra'aitu kalimataini baina safara wa rihlah. Rihlah hal huwa min safar aw mutafarrik bi safar? Wujudna rihlah ila jabal wa ila madha? Kalau rihlah ini safar ya. Tapi rihlah mungkin untuk istirahat ya, ini rihla. Kalau kita misalkan safar ke Turki ya, untuk istirahat turis, ini rihla, namanya rihla ya. Oh. Dan bisa safar ya. Baik, kalau saya safar ke China, tapi untuk bekerja, ini safar juga, bukan rihla. Oh, aywa, rihla untuk istirahat ya, Syekh. Istirahat turis. Oh. Liburan ya? Liburan ya. Oh, iya. Ya. Baik. At-tadribu tsani. Hadha at-tadribu jamilun jiddan. Hadha at-tadribu jamilun jiddan. Perhatikan. Ikhwan akhwat, intabih. Baik. Law ana as'al, ikhwan akhwat, law ana as'al bil fi'l al-madi, dengan madi, ma أو مثلاً هل أكلت الطعام؟ إيه سؤال dengan ماضي أو مضارع؟ ماضي. هل أكلت الطعام؟ طيب. ada dua cara dijawab. Kalau لا لا kalau la la akaltu ta'ama, ini jawab lengkap ya. Ma akaltu ta'ama. Baik, kalau saya bilang la ma akaltu, la ma akaltu. Oh, kenapa Ustaz? Karena at'ama ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Jadi hu atau ha? Ma akaltu hu faqat. La ma akaltu hu. Baik. Law ana as'al hal sharibta atau sharibtiya? Nah. Hal sharibta al-qahwata? Ya, baik. Akhi Nur Qadim, ada dua cara. Bagaimana yang pertama?
Ya Profi, bagaimana yang pertama? La ma syaribtu al-qahwata. Ya, ma syaribtu syaribtu al-qahwata. Al-qahwata. Jamil. La ma syaribtu al-qahwata. Baik. Kalau la ma syaribtuha. Yang pertama ma syaribtu al-qahwata. Yang kedua la ma syaribtuha. Ma syaribtu kemudian kenapa ha? Muannas al-qahwa. Al-qahwa muannas ya. Baik. الآن انظر في الكتاب انظر في الكتاب اخوان اخوات هل زرت معرض الهوايات جواب لا ما زرته طيب طيب سؤال اسأل أبا رفيف نعم يا شيخ ما نشي أرنتو تدأ أداية طيب أبو رفيف اسأل أدا وسط أنا في سني أهو أنت تدأ تنغير أدا يا أدا لا هل شارك يا سؤالك يا أبا رفيف يا أبا رفيف هل شربت الشاي لا ما شربته أحسنت أختي فيني اسألي كنار يا أختي كنار هل أكلت التمر؟ لا ما أكلته. أحسنت ما شاء الله. طيب أختي عائشة وأختي منورة. أختي منورة هل سمعت الأذان؟ لا ما سمعته لا ما سمعته لا ما سمعته جيد ما شاء الله طيب أخي نور قادم وأخي بو أخي بو هل قرأت الكتاب؟ لا ما قرأته لا ما قرأته مرة أخرى لا ما قرأته جيد ما شاء الله طيب أختي مرمي وأختي وليسا هل كنستي البيت لا ما كنسته لا ما كنسته كنسته جيد ما شاء الله طيب أخي فرمان وأخي ستيا هل غسلت قميصا؟ قميصا. لا ما غسلته. ما غسلته. جيد أحسنت. طيب. التدريب الثالث. اقرأي رأس السؤال يا أختي مرني. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال رقم أول هذا جناح جمع الطوابق هذا طابع هندي جيد ما شاء الله طيب بعد ذلك أختي مرني وأختي فيني هذا جناح الخط هذا خط عربي أحسنتي أختي عائشة وأختي منورة هذا جناح الصحافة هذه صحيفة عربية عربية ما شاء الله طيب أخي أرينتو وأخي فيرمان هذا جناح الملابس هذه
ملابسي كمان هذه هذا جناح صوب عربي. طيب مرة أخرى، هذا جناح الملابس، مدين هذا ثوب عربي. مرة هذا صوب عربي. طيب ما شاء الله. طيب يا أبا رفيف، أنت وشيخ الخدم، هذا جناح الطيران. دور قادم. السلام عليكم. نعم. هذه طائرة سعودية. زين. أختي أريسة وأختي كنار. هذا جناح الكتب. هذا جناح الكتب. ها. هذا جناح الكتب. هذا كتاب علمي. جيد ما شاء الله. طيب أخي ستية وأخي فيرمان. هذا جناح التدبير المنزلي. هذا طعام صيني. طعام صيني. طعام صيني. جيد ما شاء الله. طيب التدريب الرابع، حول كما في المثال مذكر ومؤنث. طيب أختي عائشة، بسم الله. أي فاكهة تختارين؟ هذا جيد. بعد ذلك أختي فيني، تفضلي. سوري أستاذ، lama saya. Saya ulangi boleh enggak? Tadi saya bilang takhtarina harusnya tak kulina ya. Assalamualaikum ukhti Aisyah. Labbaik. Mada? Syekh, tadi saya nanyanya ayya fakihatin takhtarina, padahal harusnya tak kulina. Enggak apa-apa. Yang takhtarina bukan takhtaru. Enggak apa-apa, tak kulina. Ada takhtarina tadi. Enggak masalah, enggak masalah. طيب بعد ذلك أختي فيني. أي كتاب تقرأ؟ كلام مؤنث. أي كتاب تقرأين؟ أحسنتي. طيب يا أخي ستية، أخي ستية. نعم يا شيخ، تفضل. أي صلاة تصلي؟ أتو؟ أنا؟ أي صلاة تصلينا؟ جيد ما شاء الله. كيف نسأل إلى من الذي هو يصلي؟ مرة أخرى؟ كيف نحن نسأل لمن الذي هو يصلي؟ ya, tapi artinya ini ayya salatin satusalli. Ini artinya. Oh, sa, na'am. Ya. Tapi tidak bisa, yani la yumkin an nas'al syakhs huwa yusalli al-an, la yumkin. Ya. Na'am. Ay, aywa. Na'am. Baik, ukhti Munawwara, bismillah. Ayu mawadda tadrusu. أيّا ما ودّ تدرسين. سنتي. فضيلة الشيخ نور قادم. أيّا قلم تريدين. جيد. أخي كسير الدين. نعم. شيخ. Baru gabung شيخ. Silakan. Baik. Ayya sahih. Afan Syekh. Sahifatan tatlub. Ayya sahifatin tatlubu. Maratan ukhra. Ayya sahifatun tatlubu. Sahifatin. Ayya sahifatin tatlubu. Ya, kalau muannats bagaimana?
Ayya sahifatin tatlubina. Ya, barakallahu fiik. Syekh, ladaya soal. Kembali. Hal huwa kalimah min isim ghair la yang sharif mawadda idzan hinama huwa mudafin li alamatu jarhi bil fathah. Mada? Hal hiya kalimah isim ghair munsharif mawadda. Kalimat mawadda munsharif. Munsharif atau isim ghair munsharif? Soal mawadda. Kok suaranya begini? Ukti ya. Mawadda saya. Mute dulu mic-nya, Ika Sirudin. Oh iya itu. Ukti Aisyah. Iya Syekh, tadi kan ada mawada. Nah, ketika dia jadi mudhof ilaih kan harusnya ayya mawadin. Maka dia isim ghair munsharif. Jadi ini, tetap ini isim ghair munsharif at-taula ya. Soalnya. Naam. Ya, insyaallah saya akan jawab di yani kamu di WhatsApp ya. Setelah dars insyaallah. Naam Syekh. Insyaallah. Baik, at-tadribul khamis, akhi Firman, iqra ras as-su'al. التدريب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زميلك تبادل السؤال والجواب مع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال السؤال الأول من وأبو رفيف كم ساعة تقرأ في اليوم Masya Allah. Aqra'u salasa sa'atin takriban. Baik. Akhi Abu Rafif. Naam. Anta tujib. Kama taf'alu bidhabt. Tafham? Yani utruk al-kitab. Kama taf'alu anta bidhabt. Ha. Aqra'u. Aqra'u. Kam sa'atan? Salasa? Atau isnan? Atau mungkin sa'atan wahidan ya Syekh. Jaid, idzan aqra'u. Aqra'u sa'atan wahidan takriban. Wahidatan takriban. Ahsan. Baik. Akhi Firman, is'al akhi Setia. Ha. Akhi Setia, kam sa'atan tanamu fil yawmi? Naam. Ha, bismillah. Kam sa'atan? Anamu sita sa'atin fil yaum. Takriban. Sita sa'atin fil yaum. Masya Allah. Zaid, Masya Allah. Hala qalil. La bas. Zaid, ukhti Murni wa ukhti Kinar. Kam sa'atan tadrusina ya Kinar? Fil yaum. Kam sa'atan tadrusina fil yaum? Adrusu taqriban 7 sa'at. Adrusu 7 sa'atin, Masya Allah. Sahih? Masya Allah. Baik. Akhi Abu Rafif wa akhi Arintu. Yantaziru. Kam sa'atan tantadiru fil yaumi? Intadiru arba'a sa'atin taqriban. Antadiru arba'a sa'atin taqriban. Jamil, baik, nabas. At-tadribu sadis, iqra'i rasa suali ukhti Rania. Ukhtirannya. Naam. At-tadribu alif atau at-tadribu sadis? Oh, at-tadribu sadis. Tabadali su'ala wa jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. Hal ladayki maktabatun?
Buktirannya? Hal ladaikum na'am ladayya maktabatun saghiratun. Saghiratun, jamil. طيب اختي كنار هل لديك ساعة؟ نعم لدي ساعة جميلة. جميلة احسنتي. اخي فرمان هل لديك ملابس؟ نعم لدي ملابس كثيرة. جيد اختي عائشة هل لديك قلم؟ نعم لدي اقلام كثيرة. Ya, atau? Oke, aqlamun. Kalau golin jamaknya apa ya? Baik, aqlam itu hal-hal غير عاقل ya. Ghaliyatun. Ghaliyatun, ada aqlamun. Oh, ghaliyatun. Naam. Ukhti Murni, hal ladayki thawbun? Naam, ladayya thawbun abyad. Abyadu, ahsanti. أخي ستية هل لديك قميص؟ نعم لدي قميص أزرق. أزرق أحسنت. طيب أخي كثير الدين هل لديك معجم؟ نعم لدي معجم عربي. عربي أحسنت ما شاء الله. طيب جزاك الله خيرا. وإياك. صوت أول مع طيب الآن انظر واستمع وأعد. شاكر، شريف، شهاب، شعيب، شيماء، شقراء، شمس. الآن حرف الشين وحرف السين. شد سد شرور سرور شكر سكر شل سل شم سم أشر حسد أشرف أسرف حشر حسر بسم جرس همش همس فراس الرس أجرس. طيب الآن انظر واستمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاهد ومشهود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله. بعد ذلك إخوان أخوات أريد التدريب الثالث هنا. التدريب الثالث هنا. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة دان واحد أدا دو جنبر اثنان دو جنبر اكتب صحيح يمين أو شمال. طيب بسم الله. واحد أهوى الخط العربية شمال. واحد أهوى الخط العربية اثنان أهوى قراءة الكتب ثلاثة لدي مكتبة كبيرة أربعة
أقرأ أربع ساعات في اليوم. خمسة. يهوى صديقي قراءة الصحف. ستة. هواية أخي جمع الطوابع. طيب بسم الله. واحد، يمين أو شمال؟ شمال. شمال. اثنان. شمال. ثلاثة. شمال. ما شاء الله. أربعة. شمال. خمسة. يمين. يمين. ستة. يمين. التدريب الرابع، استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. سأكن بلان بريطانيا دان. جواب بريطانيا إني دي سينيا. إني جواب دان بريطانيا. سأكن بلان غينيا. طيب أكتب الرقم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. جيد. طيب بسم الله. واحد، هل تحب الرياضة؟ لماذا جواب؟ اكتب واحد. لا أحبها. اكتب واحد. أجا واحد. نعم أحبها. يفيني جهان بلانجيا. اكتبي واحد فقط. وانا اخوات تولس اجا يا جهان بيشارة. اثنان، هل لديك ساعة؟ تولس اثنان. اكتب اثنان. ثلاثة، هل زرت المسجد الحرام؟ اكتب ثلاثة. تولس ثلاثة. أربعة، أين الكتب؟ خمسة، أي جمعية تختارين؟ ستة، ماذا تشتري؟ طيب بسم الله. واحد، هاء. هاء. اثنان، همزة. 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 ثلاثة، باء. 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 أربعة، داي. زاي. داي. خمسة، جيم. ستة، واو. واو. سبعة، دال. طيب زين. تبي أدى سبعة يا فاتيكان؟ Oh. Oh ya, saya lupa ya. Enggak apa-apa ya. Bonus ya. Oh.
طيب بعد ذلك أبدا التدريب الثالث هنا بسم الله التدريب الثالث أختي عائشة لبيك السؤال التدريب الثالث أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور أنت تقرأين السؤال نعم. ثم تنظرين إلى الصورة وتجيبين نعم ما هوايتك ما هوايتك هوايتي سباحة السباحة طيب أخي كسير الدين هل لديك مكتبة؟ نعم لدي مكتبة جيد طيب ثلاثة أخي أبو رفيف بسم الله كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ ثلاث ساعات تقريبا في اليوم مرة أخرى كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ ثلاث ساعات تقريبا ثلاث ساعات تقريبا ما شاء الله أنت قلت ساعة واحدة ما شاء الله طيب أختي مرني ماذا يقرأ؟ أقرأ الصحافة سنتي طيب أختي رانيا أي جمعية تختار؟ أي جمعية؟ أي جمعية تختار؟ أختار جمعية الصحافة. أختار جمعية الصحافة. جمعية الصحافة. سيد أخي القادم. ماذا تفعل في المكتبة؟ أقرأ الكتابة. أقرأ الكتابة. طيب. التدريب الرابع. أخي أرينتو أكمل الحوار. بسم الله. هل زرت معارض الهوايات؟ لا ما زرته. طيب ثم؟ زرتها. صحيح أخي أرينتو ما زرته ها كمديان ما هوايتك ها أخي أرينتو ما هوايتك هوايتي الرحلة والقراءة هوايتي الرحلة والقراءة جيد ثم أقرأ في اليوم ثلاث ساعات كيف كم أخي بو طيب كيف السؤال أخي القديم؟ كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ في اليوم ثلاث ساعات تقريبا. جميل. ثم أخي يا أقرأ الكتب الإسلامية كيف السؤال؟ ماذا تقرأ؟ أقرأ ماذا تقرأ؟ أقرأ الكتب الإسلامية ولكن أنا قلت أخي ستية لا بأس لا بأس طيب أخي ستية ها بسم الله سأكون جواب نعم لدي مكتبة كبيرة كيف السؤال؟ نعم يا شيخ هل لديك مكتبة؟ نعم لدي مكتبة كبيرة ما شاء الله طيب التدريب الخامس أختي فيني مع أختي يوليسا بسم الله يا أختي يوليسا ماذا هوايتك؟ ما هوايتك؟ هوايتي الرحلة والقراءة الرحلات والقراءة
ثم أنا شيء أقرأ الكتب أقرأ الكتب الإسلامية ماذا تقرأين؟ أقرأ الكتب كتب الإسلامية والعربية جيد ثم كم ساعة تقرأين في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات في اليوم. هل زرت معرض الهوايات؟ لا، ما زرته. هيا بنا إليه. أيتما؟ أختار. ماذا تختارين من جمعية؟ من الجمعيات. من الجمعيات. ماذا تختارين من الجمعيات؟ أختار جمعية. أختار جمعية العلوم. هل أنت تحبين العلوم؟ نعم، أحب العلوم. جيد، ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، التدريب السادس، تبادل وصف الصوري مع زميلك. طيب، مثال، أخي ستية، أنت تنظر إلى الصورة ثم تقول ماذا تشاهد في الصورة؟ لا. الصورة الأولى ماذا تشاهد؟ أشاهد مكتبة كبيرة ثم كتبا كثيرة. جيد، إذا أشاهد مكتبة كبيرة فيها كتب كثيرة. طيب أختي عائشة، ماذا تشاهدين؟ أشاهد ملعب كرة القدم. ملعب كرة القدم، ها؟ نعم، أشاهد ملعب كرة القدم. ثم أشاهد، أنا لا أفهم عن كرة القدم يا شيخ. نعم، ماذا أنا ما كنت أفهمي، ماذا تشاهدين فقط؟ يا أنت لديك عينان، يا؟ نعم نعم. ولكن أنا ما أنظر إلى بولا يمنا. أشخاصا يلعبون. نعم. أشاهد مرة أخرى. أشاهد أشخاصا يلعبون. أشخاصا يلعبون، أحسنتي. نعم. بعد ذلك أختي مرني. أشاهد المطار بندر فيها مسافرين. أشاهد المطار. أشاهد المطار فيها مسافرون. فيه مسافر كثيرة. مسافرون. فيه مسافرون. كثيرون. كثيرون. فيه مسافرون كثيرون. كثيرون. جيد، ما شاء الله. طيب يا أخي أبو رفيف. أشاهد جبلا. جيد. جبلا فيه pendaki gunung masih. مرة أخرى. Pendaki gunung. طلاب الجبل. لا أسمع. Pendaki gunung masih. Ya. هنا نقول الرجال يصعدون الجبل. الرجال يصعدون الجبل. Ini pergi ke atas. يصعدون الجبل. يصعدون الجبل. الرجال. الرجال
Yas'adul jabala. Yas'aduna. Yas'adunal jabala. Al-jabala. Jayid, masyaAllah. Baik. Sanatawakafuna insyaAllahu. Hal hunaka su'alun? Oke. Mau ini tanya yang pelajaran hari Sabtu belum di-upload ke WA ya, Syekh? Belum ya? Sepertinya belum. Oh. InsyaAllah. Al-yawm insyaAllah. Hari ini insyaAllah. Syukran, afwan, afwan. Baik, subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan ya Syekh. Khairan.